بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الرد على إيهاب الحريري الذي يتكلم بغير علم في كتاب الله تبارك وتعالى ويحرف القرآن تحريفا واضحا وظاهرا، وللأسف الشديد أنه يمتاز بالجهل، وجهله جهل فاضح. طيب، عايزين ندخل بس في حلقة عملها، عنوان الحلقة الدليل القاطع على أن القرآن فيه ظاهر وباطن. أنا مش هتكلم على مسألة الظاهر والباطن في هذه الحلقة، ولكن أبين كذب هذا الجاهل، كذب يعني يكتشفه أي إنسان. بدأ الحلقة بكذب، عينك كذا، كذب واضح، كذب محض له قرنان. تعالوا نشوف الأول إيه الدليل بتاع إيهاب الحريري، ونرجع تاني نكشف الكاذب بتاعه. اتفضل. فين الدليل ان القرآن الكريم الكتاب العظيم بتاعنا ده له ظاهر وله باطن؟ انا هجمع لكم الى حد ما الرد الصريح الواضح اللي بيثبت ان القرآن له ظاهر وله باطن، عشان كده احنا بنتدبره عشان نوصل لمعانيه. في سورة لقمان في الآية 19-20، هنقرأ الآيات الأول بظاهر الآيات. ألم تروا إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعم ظاهر وباطن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طب حضرتك إيه علاقة السماوات والأرض؟ طبعا سمعتوا الدليل بتاعه، وأتى بآية من القرآن يقول الله تبارك وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طب هو قرأها إزاي؟ ظاهره وباطنه. قول كده يا إيهاب، اقرأ الآية تاني يا إيهاب. ظاهر وباطن. طب اقرأها تاني. ظاهر وباطن. معلش المرة الثالثة عشان الناس تفهم. ظاهر وباطن. زي ما انتوا شفتوا كده، يقول ظاهره وباطنه. انا بس بعيدا عن ايه، على انه قرأ الايه غلط، في قاعده هو بيحططها وماشي، طبعا ما عندوش قواعد، يعني هو كده عشوائي يعني، فاهم؟ بس هو في حاجه هو تغافلها دلوقتي. يعني هو الاول بيقول لك الالف الخنجريه زي ما هو بيسميها، يعني لا دي مش موجوده حضرتك، ده حطها ابو الاسود الدؤلي او حطها زيد او عمرو، يعني فاهم ازاي؟ فهو ما بيقراهاش. طيب الرسم العثماني الموجود، وانا طبعا هتكلم عن الرسم العثماني والحركات اللي محطوطه والتشكيل، لان الرسم العثماني في القران الكريم له خاصيه غير الرسم الاملائي، يعني كتابه القران غير كتابه الاملاء اللي احنا بنكتبها، يعني ده مش موضوعنا. لكن هو طيب ليه هنا قال لك ظاهره؟ طيب على حسب قراءته وعلى حسب ما هو بيدعي ويكذب ويدلس، المفترض يبقى ايه؟ ظهره، صح؟ لو شلنا الالف الخنجريه يبقى ايه؟ ظهره، صح ولا كلامنا غلط؟ ها؟ لكن هو هنا بقى تغافل ان في الف ما شافهاش، اتعمل بعيد، اتعمى في نظره وما شافش الالف الخنجريه، اقصد شافها دلوقتي وما شالهاش، فخلاها ايه؟ ظاهره، يعني التاء خلاها هاء، هي ظاهره وباطنه. ومن الناس من يجادل في الله. طبعا اقول لك ايه؟ فالله حتى ما عندوش ادنى قواعد قراءة القرآن على الأحكام، أو حتى يلحن في اللغة، يعني ما علينا يعني. لكن هو قال لك إيه؟ أول حاجة بقى هنا إحنا بنلزم إيهاب الحريري بالإلزام اللي بيلزم به الناس كلها، بيقول لهم لا ما فيش ألف خنجرية، مع إنه حتى بيبدأ الكلام بسم الله الرحمن الرحيم. طيب المفترض يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه ما فيش ألف الخنجرية، صح ولا غلط؟ طيب يبقى هنا بقى في ظاهرة يعني النعم، ربنا بيتكلم على النعم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي النعم الظاهرة والنعم الباطنة اللي احنا لا نعلمها، يعني في نعم في جسم الإنسان، ونعم مستخبية في الأرض، ونعم مستخبية في السماء. الله سبحانه وتعالى أسبغ على البشر أو على الخلق هذه النعم. إيه علاقة بقى القرآن بالكلام ده؟ وإيه علاقة التفسير الباطني والتفسير الظاهري بهذه المسألة؟ فطبعا اولا قرأ الآية غلط، حرف اللفظ، تاني حاجة لم يلتزم بما ألزم به نفسه ويريد أن يلزم به الناس،
بمساله الالف الخنجريه، لا وده تشكيل وضعوه العلماء القدامى اللي ما عرفوش يقراوا القران وما عرفوش القران خالص، ولا الرسول انه علمهم القران ولا اي حاجه، عشان يثبت كذبه وعشان يثبت ان في تفسير باطني للقران الكريم. وانا قلت ان الحلقه دي مش هي يعني مش هتكلم عن التفسير الظاهر والباطن وايه خطوره من ينادون بان هناك تفسير باطن وخطورته على تزييف وتزوير وتحريف القرآن جملة وتفصيلا. هذه فقط بس إشارة سريعة عشان أثبت لكم كذب هذا الأفاك، هذا المدلس إيهاب الحريري. وإحنا بنقول الناس اللي بيتابعوه إيه رأيك؟ أول حاجة الله سبحانه وتعالى يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني سخر لنا كل شيء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. طيب هو قرأها ازاي؟ ظاهره وباطنه. أيوة ظاهره وباطنه. طيب هي ظاهره وباطنه يا إيهاب الحريري؟ طب والالف انت نطقتها ليه دلوقتي؟ ليه بتثبت الالف دلوقتي؟ الالف الخنجريه اللي انت بتشيلها دايما وابدا، بتشيلها دايما وابدا ليه؟ فأنا فقط يعني اكتفي بالاشارات لكذب هذا الافاق وهذا الكذاب الذي كذبه يعني كذب واضح جدا وجهله فاضح جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويعلمكم وان يهديه، اما ان يهديه او ان ينتقم منه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فضيحه اخرى لإيهاب الحميري في تحريفه للقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.